بالتأكيد الهلال اليوم اختتم تحذيراته. المدرب قال أنه سيلعب بعبد اللطيف الغنام بديلا عن ماجد المرشدي. قال أيضا اليوم في المدرب في المؤتمر بأن عودة التدريبات للملعب الأمير سلمان بحلته الجديدة ساهمت في زيادة تركيز اللاعبين وساعدتهم على أداء التدريبات بشكل أفضل، فضلا عن ارتفاع مستوى الانضباطية التكتيكية بفضل جودة الأرضية. وقال أيضا في المؤتمر بأنه في حديث طبعا عن نفس الموضوع تحدثنا عنه في البداية، بأن من حسن حظ الهلال أن يكون لديه لاعبين أو لاعبون دوليون، إلا أن ذلك يعد سلاحا ذو حدين بسبب كثرة مشاركات المنتخبات ألف وباء والأولمبي، متمنيا من المسؤولين أن يجدوا حلا لذلك الأمر الذي يسبب انخفاضا في مستوى الفرق وبالتالي انخفاض مستوى الدوري، مضيفا أن محمد القرني على سبيل المثال أبدع مع الهلال في مباراة الأهلي واستدعي بعدها لمنتخب باء ثم استبعد بعد 10 أيام وعاد إلينا وهو مدمر نفسيا وفاقد للثقة بسبب ضمه ثم استبعاده. وقال أتمنى ألا يتكرر ذلك لأنه يحبط اللاعبين. طبعا فهد الجهني أيضا تحدث اليوم في المؤتمر وقال أنه وزملاء عازمون على حسم المباراة.